القائد تبع أحباء يسوع المسيح علم عن المسامحة، غفر. القائد تبعي كان بيعطي، بيشبع الآلاف. القائد تبعي كان بيهتم بالأرامل والنساء. كان الناس حول يسوع المسيح ليل نهار، حتى كان ما يخد من وقت الناس، كان يصلي في الفجر باكر قبل ما يصحى، وبعدين بيبتدي كل نهاره، وبعدين بالليل كان يصلي كل الليل، وكان يقضي كل نهار يهتم باحتياجات الناس. كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت، وكان يشفي كل ضعف وكل مرض في الشعب، وكان يخرج الأرواح الشريرة النجسة. يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. إذن يسوع المسيح اللي أنا بتكلم عنه أحبائي كان بيصنع خير، كان بيشبع الآلاف، كان بيشفي البرص اللي بيعتبر نجاسي، شفى نازفة الدم. تعرف جاء الأعمى إلى يسوع، ما رفضوش، ما تركوش، رجع يبصر. وهكذا هذا الشخص اللي بدي أتبعه علم عن المسامحة، عن المحبة، لم يرفع سيف، لم يقتل. حتى عندما حاول تلميذه أن يساعد المسيح قال له رد سيفك إلى غمده، لأن الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. وهذا المبدأ ما زال، اللي بيسفك دم رح يضل سفك الدم إلى مجيء المسيح ثانية. أنا بصلي اليوم نبتدي نطبق هذا القانون على حياتنا، بس أول خطوة لازم تؤمن بالمسيح يغير حياتك ويعطيك فعلا طبيعة جديدة تتمشى مع طبيعة يسوع المسيح المحبة.